السلام عليكم الإخوان، اليوم جبت لكم واحد الفيديو سبيسيال الصراحة لكي ذكرنا بأيام الطفولة. إذن هذا السيد إن شاء الله غيصيد غريغر أو الحمام البري كما يقولوا لي، غيصيدوا بالأفخاخ يعني كما كتشوفوا في الفيديو. السلام عليكم الإخوان، صيد غريغر بفخ فخ أو غير الفخوخة. إذن هادشي كنا كنديرو في الطفولة في الصراحة، في أيامات الابتدائي فاش كنا نقراو في الابتدائي، كنا بحال هكا في الصيف كنمشيو نخرجو نصوبو الفخوخة، كنا كنصوبهم غير بوحدنا ماشي كنشروهم ولا هادي، كنصوبهم بوحدنا وكنمشيو نصيدو على غريغر على الدريج، المهم أي حاجة كتكال كنصيدو عليها، الحمام. لأن الطريقة ذكرنا الصراحة في الطفولة ديالنا. إذن هنا هو غيصيد على غريغر وغيصيد عليها بالفخوخة، إذن في واحد المنطقة اللي موجودة فيها غريغر بزاف، فيها شوكة حمار ولا صحاب الحسونة كيعرفوها بالشار دوماري، كدير 50 درهم تقريبا الكيلو. إذن هاد البلاصة فيها شوكة حمار بزاف، كتجي ليها غريغر تسرح وكاين تا يعني قريبة حتى من الماء، إذن غريغر لاقية الماكلة ولاقية حتى الماء، كتمشي تسرح وتجي تاكل وتشرب. هاهي شوكة حمار الإخوان، ولا الشار دوماري هاهي جبد الزريعة ديالها كيما كتشوفو. قلت لكم راه مديرة 50 درهم الكيلو باش كتباع، مربين طيور راه كيستعملوها الحسون، إذا باش كت مزيانة للكبد هي فيها الكولين، إذا مزيانة للكبد، كتنقل الكبد ديال الطيور هاهي شتوها الزريعة. إذا غياخد واحد الإبرة الإخوان ويحاول يثقب هاد الزريعة ويدير فيها خيط ويركبها في الفخ باش يصيد بها غريغر إن شاء الله. إذا هادي هي الزريعة اللي غيستعمل، إذا ممكن يستعمل زريعة أخرى، مثلا ممكن يستعمل القمح، ممكن يستعمل الذرة، ولكن مادام أنت غتصيد في شي بلاصة اللي كتاكل فيها هي مثلا شي حبوب، أي طائر كان هذا، مثلا هو غيصيد دابا غريغر في البلاصة اللي كتاكل فيها هي الشار دوماري، إذا خاصو يستعمل الشار دوماري من الأحسن، هي راه ممكن يستعمل الذرة ولا القمح، حتى هي ممكن تصيد بها ولكن كيبقى احتمال قليل، لحقاش الطيور ملي كتشوف شي بودور اللي في شي مكان ما خصهاش تكون فيه كتخاف منه شويه وما تقدرش تقرب ليه. اذا هنا الاخوان غيستعمل هو ابره باش يتقب بها البذره ويركبها في الفخ باش يصيد بها غريغر ان شاء الله. اذا بالنسبه للاخوان لصيد الطيور البريه، طيور او الارانب او اي شيء، اذا قبل ما نصيدو مثلا غنصيد انا بالفخ او بالجباد او بالرمح، اذا خصني نذكر اسم الله، يعني نقول بسم الله مثلا فاش غنبني الفخ، نقول بسم الله عاد كنبني الفخ باش هذيك الصيد ديالي كيكون حلال الاخوان، حيتاش بعض المرات الطائر او الفريسه اللي غنصيد، اذا مني كنصيدها بالفخ او بالجباد يعني كتموت في البلاصه، يعني مكيبقاش ليا الوقت انا يعني غندبحها ونسمع عليها لا. إذا داكشي علاش خاصني نقول بسم الله قبل ما نحاول نصيدها، مثلا غنصيد بجباد كندير الحجرة في جباد كنقول بسم الله عاد كنضرب باش تلا ضرب الطائر ومات في البلاصة كيبقى حلال، أما لما قلتش بسم الله وضربت ومات الطائر في هذاك راه هذيك الساعة راه مبقاش صيد، راه ولات بحال الجيفة الإخوان. إذا ردوا البال من هذه المسألة، خصوصا الإخوان اللي كيصيدوا بالفخاخ والجباد، حتى بالنسبة للإخوان اللي كيصيدوا بالمكحلات هما راه نفس الشيء، إذا يعني تما ملي كيبغي يضرب كيقول بسم الله، أو ملي كيخشي القرطاسة في الجويجة ولا هادي راه كيقول بسم الله ضروري باش كتكون الصيد ديالو حلال. يعني كما كتشوفو هنا راه استعمل غير الدوم، ما عندوش خيط، استعمل غير الدوم باش يربط بيه البدرة باش غيديرها في الفخ. راه جيب 3 فخوخة الإخوان شتهم كبار اللهم بارك، واخا كيبانو ليا الفخوخة بحال لي شوية كبار الإخوان تقدر تهرب منهم غريغر، ولكن على حساب الطريقة باش غيبنيهم، إذا لبناهم ماشي حتى لهنا تقدر تسلت تهرب يعني يضرب ميشدهاش يعني، ولكن لبناهم بطريقة ممتازة تشدهم ماشي مشكل الإخوان. إذا كيما كتشوفو اللهم بارك، غيستعملها دابا ويمشي يحاول يبني الفخوخة، يبنيهم في المنطقة اللي كتحط فيها غريغر، فيها بذور ديال الشاردون ماري كتيرة بزاف باش يصيدها ان شاء الله. من كما كتشوفوا هنايا عنده هذاك الزرار الاخوان ما نقرش ما ماضيش مزيان، يحاول يمضيه الاخوان باش
باش يولي على سبه، غاتجي غاتجي الطائر ينقب البدره صافي ويتعتق عليه الفخ في البلاص يشدو الاخوان. اذا هذا كما كتشوفوا الاخوان، اللهم بارك. والله الا ذكرنا بايام الطفوله الاخوان، شي كرهنا اش حنا نديرو دابا. صيدوا الطيور صراحه تكون واحد المتعه هي رائعه بزاف الاخوان. كنا كنمشيو حنا والاصدقاء كدو الفخوخه، كل عنده فخ ولا جوج، كنمشيو كنصيدو الطيور، كنصيدو سبعة ثمانية على حساب كنا هو واش، ونشويهم تما في الخلا الاخوان على العواد. بخير كانت الحياة السعيدة الصراحة. وخا هادشي مبقاش دابا، هادشي دابا بالنسبة للدراري الصغار دابا مبقاوش كيديرو هادشي بزاف، قليل. عاوني شفت كاع انا شي واحد كاع لا كيديرو. كنصيدو عليها بزاف حنايا، ولا خاص كنا كنصيدو على الاخوان على الدريش. اللي كيعرف الدريج هي واحد الطائر اللي كيكون غير في الصيف، كيجي غير في الصيف كياكل الحشرات والديدان. اذا كنا كنصيدو حنا بالديدان في واحد المذاق يا اخوان رائع. يا سلام مذاق، يا سلام. الدريج هي واحد الطائر كيجري، راه كيجري في الارض مزيان، كيجري بواحد السرعه كبيره بحال الشكل ديال الكورزيت، ولكن هو صغر من الكورزيت شويه، ولكن كيجري بزاف، كيعيش في مجموعات حتى هو، وكتكون اللون ديالها بحال اللي بني شويه مائل الى مائل الابيض بني ولكن فاتح. هنا انتم الاخوان كما كتشوفوا هو غيبني الفخ هنايا في هذه البلاصه حدا شوك احمر، لان الطيور كتجي تستحن هي مع الماكله موجوده هنايا، غيبني الفخوخه هنايا. اذا بالنسبه للفخاخ الاخوان يحاول يوزعهم، يعني ما يبنيش واحد حدا واحد، يعني يحاول يدير كل واحد في منطقه باش تكون عنده امكانيه كبيره انه يصيد. تاش لاحظتم بلاصه واحده مثلا قدر تشد وحده ويطير الفريق صافي، يعني الفخ الاخرين ما بقاوش يستعملوا، قدر ما تجيش كاع غريغر اصلا تما. يعني داكشي علاش كيحاول يوزع الفخوخه، كل فخ يديرو في بلاصه باش تولي عنده الامكانيه كبيره انه يصيد الفراخ. بالنسبه للادراجات بحال شويه قاصحه، راه استعمل حجره باش يحفر الارض وغيبني الفخ ديالو الاخوان. هاد الطريقه ديال البناء ديال الفخ الاخوان هما غيبني. اذا غيدير السبه باش غير يجي ينقب الطائر البدره صافي وكتشدو في البلاصه. اذا بالنسبه للطريقه الاخوان شتو اللي الطريقه اللي بنا بها، بنا بحال شويه عالي، اذا هكا غريكر ما غتزلتش، ما كون بناه محذور بزاف تقدر تسكن. يعني نغطيو بشويه بشويه الاخوان، وكيخلي غير الحبه اللي باينه، يقدر يحط حداها شويه ديال الحبوب باش تغري الطائر ويجي ياكل هذيك الحبه. صافي الاخوان دابا بحال هكا ويمشي صافي، يعني باش ما يبني الاخرين تا هما ويريح يتسنى تا يبان له مثلا، يبان له بلي الطيور طاروا من هذيك المنطقه اللي باني فيها الفخ، اعرف هذيك الساعه بلي راه تشد شي طائر ويجي ياخذ. هاو شتي شويه ديال الوضوء حداها باش الطائر كيجي كيبدا ياكل، ما كيميزش ما بين البذره اللي فيها الفخ والبذور الاخرى. انا هو غيبني الفخوخ الاخرين الاخوان، يحاول يبنيهم في منطقه اخرى، يبنيهم في نفس المنطقه على بركه باش تكون عنده امكانيه كبيره قلنا باش يصيد. شتو ولا لاحظتوا الاخوان الاثار ديال الطيور، شتو الرجلين ديال الكريكر موجوده بزاف، وتا لاحظتوا الاخوان راه المنطقه بزاف فيها الشوك بزاف. اذا في الغالب في الوقيته ديال الربيع في هذه اللي يصيدوا فيها الحسون، ماديش ضروري كيكون الحسون هنا في الوقيته ديال الربيع، حقاش الحسون كيتغدى على الشاردو النهاري مازال فتيه، مازال فاش كتكون بقى خضراء. اما فاش كتكرم الاخوان ما كيبقاش ياكل، كتولي تجي صعيبه. دابا الاخوان اللي كيبغوا يعطوه واه الحسونه كيحاولوا يرطبوها له، ولا كيهرسوها شويه عاد كيعطوها له ملي كتكون كامله. ولكن في الربيع هنا الحسون يكون موجود الاخوان في هذه المنطقه هذه، في الغالب كيصيدوا الحسون هنا في المنطقه في الربيع كيكون موجود هنا. ما الحسون كيتغدى على البذور ديال الشاردو ماري فاش تكون في سيه الاخوان. انا هو غيبني الفخ الاخر حتى هو الاخوان، وضروري ملي كيسالي كيبني الفخ كيحاول يحط حدا شويه ديال الحبوب
باش تبان الطائر ملي يكون تما سارح تبان ليه، ماشي بحال حبه وحده صعيب باش تبان ليه، ملي كيكون الحبوب بزاف دغيا كيبانوا ليه. ايوا من بعد غنشوفو واش غيشد شي حاجه ولا غيشد والو، من على ما بالينا في اللو تاع الفيديو راه شد شي حاجه وغيطيبها. المهم كنتمنى ما كنتمنى من الله عز وجل غادي نستطاع نصيد شي وحده اولا جوج. وسهلا الاخوان هنايا هذا من بلا الفخ ديالو من الفخوخه ويمشي شتي راه كوريكا طايره الاخوان، كتب عليكم طايره المنطقه راه موجوده فيها كوريكا الاخوان. ايوا نتسنى واحد يشد شي حاجه نشوف في هذاك الشوك يعني. الله يبارك الاخوان غير بعاد من تمايا، انا راه كنشوفهم كاينين شي وحدين حاطين ليه وكاين شي وحدين هما حاطين هنا. دابا هادشي باش مزيان على الفخوخه ما يعني ما كتمحنش بزاف، ماشي بحال الجبات خاصك تقرب تحاول تقرب من الطائر وتضربو. الفخ كتبنيه وكتمشي تبعد تريح لك مع راسك، حتى كيبان لك مثلا طار الطيور من حداه هذيك الساعه كضرب بلي راه طائر تشد، ماشي بحال الجبات كما قلت لكم. اذا خاصك تقرب من الطائر تحاول تقرب من الطائر وتضربو، ولكن كاين بحال الطيور بحال كما قلت لكم هذيك الدريج، اذا كان ماشي خاصك غير تبني الفخ وتخليها يعني تمشي عنده، انت كتحاول تحوزها طول الفخ يعني كتحاول ديها انت طول الفخ، كتبقى بعيد منها وكتما غادي كتمشي وكتجي تبقى بعيد منها باش هي بحال اللي كتخاف منك شويه وكتما غادي سارحه كتما غادي كتجري حتى كتوصل عند الفخ. اما غوريغر لا غوريك ما تقدر تستعمل معها الطريقه او الحمام، اذا كتبني الفخ وكتحاول تخليه حتى كيجي هو عند الفخ، ولا مثلا لا حط بعيد من الفخ تحاول تطيره والثاني باش يحط قريب من الفخ بحال ما هكا. اما هذيك الدريج اذا ما كطيرش كتبقى تبعيد منها وكتبقى هي غاديه سارحه حتى كتوصل عند الفخ، ولكن انت كتشوف انت مثلا حاطه وكتحاول تبني الفخ بعيد منها مثلا بواحد 20 متر ولا 30 متر ولا 40 متر كاع ماشي مشكل. ملي كتبني الفخ هذيك الساعه كتما غادي محوزات ولا الفخ تقرب فات ولا الفخ حتى كتوصل للفخ. والاخوان بالنسبه للغورير كنا كنشدو يعني نقدروا نشدو 4 5 في نفس البلاصه حتى بعضياتهم، ولكن الفخوخه كانوا مجهدين لان فاش كيشد شي وحده كيضربها شي وحده في البلاصه كيقتلها، الاخرين ما كيطيروش يعني ما كيفهموا والو ما كيطيروا والو، كتجي عاوتاني الاخرى مثلا حدا الفخ حتى هو قريب لي يعني ما بعيد ما بعيدينش بزاف مثلا بيناتهم واحد الميتر ونص ولا جوج متر، كتشد الاخرى حتى هي بحال ما كنوصلوا 4 ولا 5 طيور في نفس الوقت الاخوان. اما بالنسبه للغريغر ما تقدرش تستعمل هذه الطريقه، اذا كتشد غير وحده كيطير كل شيء لا هي ولا الحمام. نحن حنا نشوفوا الاخوان واش غيصيدوا ولا شي حاجه ولا ما يصيدوا والو، يمكن هو شد شي حاجه هنا الاخوان غادي ليها او غادي كيجري غالبا شد شي حاجه بات لي الطيور طارت. حنا غنشوفو غنشوفو واش الطائر غيبقى حي ولا غيموت فاش غيتشد. ها هو الفخ شتي راه معلموني اخوان باش متوضرش له، لكن بان لي مشد والو. غنشوف الاخرين تاهما الاخوان ها هو شو الفخ الاخوان شتي زاقل هنا ما شدش الطائر تعتقوا لكن ما شدش الطائر. اخوان هذا يمكن حتى الاخوان للاسف الشديد يقدر يكون جاه من اللور، حتى ملي كيجي الاخوان الطائر من اللور ما تشديش هكاك خصو في الغالب يجي من القدام، اذا هذاك الشيء علاش خاصو يستعمل هو شي حاجه من اللور باش يتفادى ان الطائر يجي من اللور. يقدر يحط مثلا شي حجرات من ورا من ورا الفخ باش ما يجيش الطائر من اللور، ملي كيجي من اللور الاخوان الطائر كيتزقل. انا دابا اما بالنسبه لهذيك الدريجه الاخوان حنا كنا نحاولوا نبنوا الفخ عالي بزاف، اذا كتجي هي ديما من القدام وما كنت مو غادي محوزينها يعني غادي نبيت والفخ ديما كتجي هي من القدام الاخوان ماشي بحال الكريغر. شوف شحال تاع الكريغر موجود الاخوان اللهم بارك
دابا راه الصيدة مطلوقة الإخوان بالنسبة للصيدة، راه كيصيدو بالبندقيات. صراحة انا بغيت زويجة بالله. المهم الخوت غادي نطورو، انا نحوزو انا الدار بدا هاديك البلاصة اللي تحت من خلف. ايوا اللهم بارك. هي الصراحة مع هاد الأجواء الحارة صعيب تخرج بحال هكا وتصيد، في اللقيتة صعيبة بزاف الإخوان، من الحرارة بزاف الإخوان. ها هي كيما قلت لكم بالنسبه للصيد ديال الكريغر، يعني كتبني الفخ وكتمشي تريح في شي بلاصه في عبد الله. وهنا شد واحد شتو الاخوان، شد من عندك هي بقى حيه. يا سلام هاي يا اخوان، انا الخوذه عاتي راس حلو، انا صابر الخوذه. ولكن هي ماتت الاخوان، شتوها بقى ما ماتتش، ولكن قريبه تموت، يعني قال لها والو تموت، يعني هرس ليها العلم قضيه على الاخوان صافي غتموت. دابا بحال هادي لما كان الاخوان ذاكر اسم الله على الفخ فاش كان يبني، لان ما نقولوش حلال الاخوان، لان خصك ضروري تذكر اسم الله في الصيد، خصك تذكر اسم الله قبل ما تستعمل الاداة اللي غتصيد بها، سواء من الجبات والرمح سواء الفخ، لانك تذكر اسم الله باش ملي كتصيدها كتكون حلال. حتى شي دابا ميت في هادي، واخا راك مصيدة انت هي ولكن راه ماتت، يعني خاصك تذكر عليها اسم الله باش تولي حلال، ماشي صافي صيدتها صافي راه حلال. لان ثلاثه تموت هادشي علاش، لان الفخ الخوت هذا عاصي، حيتاش كيذبحوا الاخوان، انا ضروري خاصك تذبح داخل اخت ثلاثه دير، فاضطريت اني نذبحها او ذبح الاخوان هنا. المهم الخوت الفكره ملي كتبغي تذبحها عاوتاني راه ضروري كتذكر اسم الله، واخا هي ميته دابا تصوروا دابا 6 ديال العشيه، يعني شحال 5 السوايع الاخوان، 5 السوايع وانا تقريبا صافي كنت غادي نمشي. حتى كوريكر الاخوان تكون بنينه دابا مع الصيف، هذا تكون سمينه والله، يعني الا طارق تكون شبعانه تكون سمينه، ماشي بحال في الوقيته ديال الربيع وفصل الشتاء تكون جيعانه، دابا تكون سمينه خصوصا هذه اللي كتكون في البريه الاخوان كتهاجر، كوريكر كتهاجر كتكون زوينه المذاق ديالها زوين، ماشي بحال اللي ما كتهاجرش، كوريك اللي ما كتهاجرش يكون المذاق ديالها شويه مدير. الحمد لله انني تمكنت صراحه، واحد الانجاز واعر الخوت، والله تا واعر. انا الاخوان اللهم بارك الاخوان، انا راه ذبحتها الاخوان، دابا غادي نمشي غادي نشويها صراحه، غادي نجمع هذه الفخوخه، الفخوخه الاخوان الخوت والله تفرح ساعتي وخا شيال الاخوان. دابا هو مشى ريح في الظل ويريش، والفخوخ الاخرين مخليهم مبنيين عاوتاني يقدر يشد شي حاجه اخرى. ما ساهل باش يشدو، انه فهمتي كيخاف بزاف واحد الدرجه ما تصوروش، كتكون بعيد من الطائر، يعني الطائر ما كيخاف ما والو، ماشي بحال الجبات كتقرب من الطائر، اذا خص ضروري تقرب من الطائر باش تضربو. فخا كتبني وكتباعد منه، يعني الطائر ما كيخاف ما والو، الجبال لا خصك تقرب من الطائر باش تضربو، هو الرمح كذلك خصك تقرب من الطائر بزاف باش تضربو. صعيبة يعني صعيب الصيد ديالها، الحمد لله انني توفقت وهاديك التمرة كاملة اللي ضربت يعني ما مشاتش غير هكا. يا الاخوان هو صيد دابا وحدة، يقدر يصيد شي وحدة اخرى ولا جوج اخرين كلشي ممكن. بالنسبة للترياش تاع الاخوان راه شتو راه ساهلة، ما تحتاج لا ما لا والو، ماشي بحال الدجاج خاصك تستعمل الماء باش كيتريش، ما طيب باش تريش غير كتريش بالخف، ومع غتشوى الاخوان يعني حتى داك الريش اللي كيبقى رقيق حتى هو كيتحرق مع العافية الاخوان. وهي احسن حاجة بالنسبة للاخوان الطيور، اذا فاش كتصيد الطيور ديال البرية يعني ما تستعمل لا عطريه لا حتى شي حاجه، صافي كذبح الطائر تاعك تريشو تغسلو تغسلو وتشويه، تشوي ديالك كتجي كدير عليه شويه الملح والكمون وتاكلو، وتقدر كاع تاكلو بلا ملح بلا كمون كيجي بنين سبحان الله. اما هي الا درتي شويه الملح والكمون صافي هذاك هو الماكله ديالو، اما باش تقول لي مثلا نجيب العطريه وتجيب هذاك الشيء تخسرو في الصراحه. اختار ديرو ما تمشي جميلة ولا هادي، ولكن ولا شي طاجين، ولكن ما كيجيش بحال البنة ديال الشوا الاخوان، البنة ديال الشوا في الطبيعة كيكون علامة الاخوان صراحة. والله شحال وانا تنحوز فيها ما بغاش تشد يعني بصعوبة الاخوان،
فين ما يدار الاخوان ناضيه رجيلات عندها رجيلات غوز الخوش كاين ما يدار يعني شي جوجات ولا هادي بحال هادي راه غدي ومخيره جوجات ولا ثلاثه راه ماشي غدي ومخيره برا كاع هو المهم من بعد هنا اللي عنده مزيان هنا راه لقى فيني نلقى هاد النخله كيريح تحت منها اللي كنتي مثلا في شي بلاصه فيها السهول بزاف تقدر ما تلقى لا شجره لا حتى شي حاجه لا تريح تحت منها مثلا الشبش هي هنا كاين هاد النخله هنايا ومريح تحت منها بيا خير ما كيبان ليا ما في لي يتسنى الاخوان دغيا شلافيه وغي طيب هادي هذا يشوف هذيك الساعه لصيد شي حاجه اخرى شوي بعد هادي ومن بعد غي مشي يشوف الاخرين جا استعمل الدومه الاخوان شتو باش ربط رجليها عاوتاني هذيك النخله نفاف الضل في الخيوط كيستعملها كخيوط لاحظتوا الاخوان شتو الشحمة راه كتبان لكم صفرة في الطائر هذيك الشحمة الاخوان هو صراحة هذاك الفخ خطير يعني راه هذاك يشد به الحمام يشد الحجل يشد اي حاجة والحمد لله ملي تمكنا انا نصيدو هاد المجموعة الا ذكرنا الاخوان في ايام الطفولة بصراحة يعني الحمد لله توفقنا لان كانت واحد اللحظات اللي جميلة بزاف الاخوان كتصيد بحال ما هكا الطيور كتاكل لان هنا هو غيفلح السدر ديالها الاخوان باش طيب مزيان مع السدر كيكون فيه اللحم بزاف الاخوان ما يطيبش مزيان ما يوصلوش طياب يقدر تحرق هي وما يطيبش مزيان هذاك الشيء علاش فلحو ونحلي شوف هاد الطريقه هادي باش هو اصلا غير بدا كيدخل انا غريدر اكثر غريدر عندها غير الصدر هي اللي فيها تقريبا واللي كيكون ملحم وعشيشنا هو متشوق بزاف هي المتعة الاخوان في الصيد هي فاش الطائر كتشدي باقي حي لان مكيموتش فاش كيكون الطائر باقي حي كتكون واحد المتعة يا سلام الاخوان ماشي بحال فاش كيشدو الفخ كيموت في البلاصة هذيك ما كتكونش فيها واحد المتعة زوينة تكون متعة فاش كتشد الطائر مثلا وكيبقى حي يعني كتشد مثلا هذيك الساعة واحد ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة وكتجمعهم كاملين حيين وتحيد لهم غير الريش باش ما يبقاوش يطيروا الإخوان كتكون واحد اللحظات اللي رائعة الصراحة من على العموم بعد راه صيد هو كيف ليا صيدة وحدة راه غير شوية وصافي المهم هي الاخوان هي التجربه ماشي قضيه الماكله ولا هذه المهم هي اللحظات اللي كتعيشها هي كل شيء الاخوان هي احنا في النسبه للصغار الاخوان كانت عندنا كان الاكل ضروري عندنا يعني لما صيدتيش واحد الكميه كثيره بزاف بحال اللي ما صيدتي والو حيتاش كنا كنخرجوا معولين اننا نصيدوا يعني كنندو معانا لا غدا لا حتى شي حاجه اذا لما صيدتيش راه ما كتغديش يا سلام الاخوان على مذاق يكون فيها شتي راه ما دارتها هو كيبان لي من دار لما الحاله هو اللي كياكل فيها بحال ما هكا كيكون مذاق يا سلام الاخوان هادي يا خويا الله يسلمك واو عاد على مذاق فيها الاخوان كبيره تحياتي الاخوان اذا اللي كان عجبكم هذا النوع من الفيديوهات نحاولوا نجيبوا لكم فيديوهات اخرين ونديروا لكم رياكشن عليهم انت انا راه كيعجبني هذا المحتوى ديال الصيد الصراحه بزاف ما كرهتش انا نديرو ولكن ما الظروف ما نقدروش نديرو الاخوان ما تنساوش تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس تخلوا لنا شي كومونتير زوين شي جام باش تحفزونا على باش نقدموا لكم فيديوهات اخرين الاخوان ان شاء الله تحياتي للجميع ما تنساوش ديروا لايك وكومونتير وبارتاج اللي كان ممكن بطبيعة الحال تحياتي هما العود بوحدو